نعرف منك بداية أكثر عن الوضع بالشمال بعد الشهر على هذا الحصار الخانق والقاتل. شكرا جزيلا. يعني أهلا أنا بك. يؤسفني أن أنا أتقدم يعني إليكم بصورة سوداوية عن الواقع المأساوي الموجود أصلا في شمال قطاع غزة ومحافظتي غزة والشمال، ولكن هناك عدوان عسكري مستمر وشرس جدا على محافظة شمال غزة منذ قرابة الشهر. هذا الحصار وهذا العدوان العسكري الشديد ما زال مستمرا، وما زالت هناك لدينا ثلاث مستشفيات رئيسية، مستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان تحت الحصار المطلق، وفيها مئات من الجرحى والمصابين الذين يتخذونها إلى أدنى مستويات الخدمة. كان آخر تحديث في الموضوع، وربما فضائيتكم المحترمة عرضت منه، يوم أن دخل الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى كمال عدوان قبل أسبوع واستباح المستشفى وعاد بها فسادا، واعتقل عدد كبير من الطاقم الطبي واللوجستي العام في المستشفى، وهذا حدث دمارا كبيرا في شبكات المياه وشبكات الكهرباء ومحطات الأكسجين ومحطات التحلية ووحدات الصيانة، كلها يعني تضررت بفعل دخول العسكري في داخل المستشفى، علما أن المستشفى هو مستشفى للأطفال وحديث الولادة وللولادة في الأساس، وفيه قسم جراحة صغير، إلى أن المستشفى تعرض لهذا الهجوم الشديد. اليوم المستشفى فيه حوالي 160 حالة ما زالت موجودة، مستشفى العودة ما زال يعمل بطاقم محدود جدا وفيه حوالي 20 حالة بعدما أفرغوا منه أمس 21 حالة، مستشفى الأندونيسي ما زالت فيه حوالي 28 حالة إضافة إلى الطاقم الطبي. هذا الشهر كاملا منع الاحتلال دخول أي سبلايز لجهة المستشفيات، سواء أدوية أو مهمات طبية أو حتى تزويد بوقود كافي. الوقود الذي دخل كميات محدودة جدا وأبصر في مستشفى واحد، ويمنع نقله بين المستشفيات، تخيلي، وعلما بأنه كمان الطواقم الطبية ما بين معتقل أو نازح باتجاه محافظة غزة، والمستشفيات تعمل بطاقم يغلب عليه الطاقم التمريضي أكثر من الطاقم الجراحي، وأمام كل النداءات للمؤسسة الدولية لأنه ضروري جدا أنه ندخل فرق طبية إلى محافظة الشمال حتى يعني تتعامل مع الحالات استجابة طبيعية، لكن هذا كلام قوبل بالرفض الشديد. قلنا لهم يعني لو سمحتوا أدخلوا فرق أجنبية، برضو هذا الكلام تم رفضه مرة أخرى. قلنا لهم أدخلوا طب الطعام والشراب للطواقم الطبية وللمرضى، أدخلوا كمية محدودة قبل أسبوع في كمال عدوان، لكنهم منعوا دخول الكميات أخرى للمستشفيات الأخرى. لكن فيما يخص هذا الواقع فيما واقع هنا في هذه النقطة، يعني كان قد تم إدخال يعني كميات من الأدوية، نعم لكن تم إتلافها فيما بعد وقصف الطابق صحيح المتواجد قبل أسبوع. نعم قبل بالضبط قبل أسبوع أدخل كمية محدودة من الأدوية والمهمات الطبية للمستشفى كمال عدوان، خزنة في الطابق الثالث، ثم بعد كم يوم أحرقوها بفعل قصف مدفعي. الآن المستشفى عملية لا يوجد لا أدوية ولا مهمات طبية إلا الشيء اليسير جدا، المواليد في الأقسام العاملة، يعني تخيلي ليس في المخازن شيء. يقال أنه اليوم في ميشن لمنظمة الصحة العالمية توجه باتجاه مستشفى كمال عدوان، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يسمحوا لها بالدخول لإيصال بعض من الأدوية والمهمات الطبية لمستشفى كمال عدوان تحديدا وكذلك الصلاة. طيب المجازر يعني والاستهدافات هي متواصلة يعني وبشتى الطرق يعني وبأبشعها حتى الآن دكتور ماهر، بالنسبة للأهالي كيف ينجحون يعني في الوصول إلى هذه المستشفيات، وأي منها قادرة على يعني تقديم خدمة أكثر دون غيرها؟ سيدتي منذ أكثر الآن العدوان شارف على الشهر، منذ أكثر من أسبوعين أو أكثر تم تحييد منظومة الإسعاف الطوارئ العاملة في الشمال بشكل كامل. يعني أنا بكلمك لا يوجد لدينا أي سيارة إسعاف مسموح لها بالحركة في داخل محافظة الشمال. الجزء الأكبر منها تم تدميره تدميرا كاملا، والمتبقي مفروض عليه أن يتحرك، وأي إنسان يقترب من أي سيارة من هذه السيارات يستهدف هذا بالأمر العسكري.
بكل تأكيد الناس من يستطيعون نقله ينقلونه على عربات الكارو أو يحملونه على الأكتاف وتحت نيران طائرات الكواد كوبتر اللي تثبت الشوارع بالنار. هذا هو الواقع المر للأسف الشديد. وحتى لمن يصل إلى المستشفى، المستشفيات العاملة كما قلت سابقا هي مستشفيات تفتقد إلى الحد الأدنى من إمكانيات تقديم الخدمة، وليس أقلها وجود الأطباء الطوارئ القادرين على التعامل مع الحالات، ليس أقلها وجود الأدوية المهمة الطبية القادرة أو اللازمة للتعامل مع الحالات، ليس أقلها إنه الكادر اللوجستي العامل أن يكون موجودا. وكل هذا كلام الحقيقة صرنا نفتقر إليه وبشدة مع كل يوم بمر علينا من هذا العدوان المستمر والذي لم ينتهي بعد. طيب هناك بالتزامن مع كل هذا حرب تجويع، يعني وفي ظل نقص الأغذية اللازمة، يعني تسبب أمراض وضعف في البنية الجسمية للأهالي حتى الآن، هناك أوبئة، هل من تفاصيل لما ترصدونه في هذا الشأن؟ أنا أتكلم لك وأنا يعني عن محافظة الشمال وحتى محافظة الغربية. محافظة الشمال لم يسمح بدخول اي اغاثات لها علاقه بالطعام او الشراب للمواطنين ولا الكوادر الصحيه اساسا. وبالتالي احنا قاربنا على الشهر والناس تحت العدوان الشديد، ورغم ذلك لم يدخل لها اي شكل من اشكال الامداد الغذائي، لا طحين ولا حتى معلبات ولا اي شكل من اشكال الاغاثه التي كانت تقدمها المؤسسات العامله في هذا المجال. وبالتالي هذه المؤسسات رفعت صوت عاليا وقالت ان محافظه شمال غزه لم يصلها شيء. محافظه غزه ما يصلها الا النذر اليسير، يسير جدا، يعني المقارنه ما بين الكميات التي كان يسمح بدخولها على قلتها وما بين الكميات المتوفره الان او التي تدخل الان، هنالك هامش وفارق كبير جدا بالكميات. وهذا كلام ليس من عندي، حتى الدول وحتى الاداره الامريكيه الداعمة لهذا الكيان بشكل مطلق بشكل واضح اعتبرت انه ما يدخل من مواد غاثة للناس يعني لا يلبي الحد الادنى من المطلوب دخول، وطالبت الحكومة الاسرائيلية بالسماح بادخال كميات من الكميات مناسبة للمواطنين. بمعنى هناك قرار عالمي ودولي لانه ما يدخل لمحافظة غزة والشمال لا يرقى الى المستوى اللي ممكن ان يسجلناه على الاطلاق. دكتور، على مستوى الامراض الناجمه يعني عن هذا الوضع، يعني لما يتسبب من جفاف، لما يتسبب من امراض، والبعض من هذه الامراض حتى اختفت منذ عقود. احنا من يومين مثلا بدانا بالامس مثلا عن المرحله الثانيه من التطعيم لشلل الاطفال، للاطفال من سن العاشره المرحلة الثانية. تخيلي انه احنا نحاول ان نحاصر حالة وبائية، عمليا نسينا هذا الوباء منذ وقت من عقدين او اكثر، وحتى ما عدنا ندخل ضمن بسموه برنامج التطعيم الوطني. لما تطعمنا قبل شهر واسبوع المرحلة الاولى كانت الشمال داخلة ضمن المعادلة، الان نحن نطعم في محافظة غزة او جزء من محافظة غزة. وعندي انا في محافظه الشمال حوالي 150 الف مواطن عندهم حوالي 40 الف طفل تقريبا لا يمكن ان نصل اليهم بفعل انه هذا المكان مغلق عسكريا، وفقط يقول لك والله تفضل انت طعم الاطفال الموجودين فقط في محافظه غزه. نقول لهم يا جماعه هذا حاله وبائيه، يعني احنا ينبغي ان نصل الى لاغلب الناس، ينبغي ان تكون التغطيه فوق 90% لهذا الكم حتى نستطيع ان نحاصر الحاله الوبائيه. لكن رغم ذلك ورغم كل النداءات التي وجهتها اليونيسف مثلا ومنظمه الصحه العالميه في هذا الموضوع لم ناخذ اي موافقه على عمل الفرق الطبيه المسؤوله عن التطعيم في محافظه الشمال، لانه لا رفض، في رفض مطلق للعمل، في رفض مطلق لايقاف الهدنه في وقت التطعيم. وبالتالي احنا اضطرينا انه نشتغل فقط في محافظه غزه هذا اليوم الثاني. طيب على مستوى مؤخرا كان الحديث عن ان اصوات الانفجارات بمحافظه الشمال هي تختلف عن ما اعتاد الاهالي سماعه على مدار هذه السنه كلها. على مستوى الطواقم الطبيه بالنسبه للحالات التي قد تنجح في الوصول الى المستشفيات، هل يتم رصد نوع جديد من الاصابات من الحروق؟
والله سيدتي احنا الان احنا 13 شهر، لا اعتقد ان هناك نوع من الذخيره التقليديه اللي صنعها الانسان وصنعتها امريكا اللي تم تجربه في غزه. وهذا كلامنا يعني بقي ان يستخدموا معنا السلاح النووي والله اعلم، يعني هو اللي صار يستخدمه. اما انت تتكلم عن ذخيره، احنا لسنا خبراء ذخيره، لكن تصلنا حالات من الاصابات، يعني لو وصفناها لا يمكن وصفها، يعني انت عن انواع من القذائف، عن انواع من الصواريخ، عن انواع من كل هذا كلام يستخدموه على مدار الساعه. وهذه دوله مسلحه حتى اسنانها ومدعومه من كل الدول المشهوره بصناعه السلاح، وكلهم يعطونها من السلاح ما يعطونها وهي تجربه النتيجه.